مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات دوز بنزين. والله يا جماعه في بدايه الحلقه يعني الواحد مع التطور اللي بيتم يوميا في زياده اسعار العربيات ما بقتش عارف اقول لكم ايه في الاسعار اللي بنشوفها يوميا سواء من شركات سواء من معارض، مش عارف نوصل لمين. وهنا من وجهه نظري احنا محتاجين تدخل سريع، تدخل سريع لوضع حد من الزيادات اليومية اللي بتحصل في قطاع السيارات. النهاردة كل يوم أنا بشوف أسعار مختلفة، لما تيجي تسأل يقولك أصل أنا بسعر على سعر الدولار سعره كام، أصل النهاردة حصل كام في السوق السوداء، أصل اتقال كام. تيجي تسأل في سعر الدولار يقولك أصل لا ده التنفيذ مش بالرقم. في حالة من التخبط داخل قطاع السيارات كبير جدا، لكن من وجهة نظري احنا محتاجين نشوف حد لزيادة في أسعار عربيات. أنا من وجهة نظري ما يعني ما تستحقش الرقم ده خالص. النهاردة انا ببص على العربيات كسرت 1.5 مليون، كانت تمنها 300,000 جنيه، فلازم يبقى فيه اي شكل من الاشكال لوضع خريطة التسعير في سوق السيارات. من وجهة نظري تاني التجميع المحلي والتصنيع المحلي حل سريع جدا يعدينا بالأزمة الأسعار الحرارية. هتقولي طب ما هو بيشتري المكون بالدولار، أقولك ما موافق، بس عندك جزء كبير جدا بيتم إنتاجه هنا. أنت عندك بعض الشركات بتنتج محلي من المكون، أو خليني أقولها لك ببساطة كده، بيخش في نسبة تصنيع العربية أو تجميع العربية أكتر من 51%، يعني اكتر من نص العربية بتصنعه هنا في مصر. فشوف كم مصنع شغال، شوف كم عامل شغال، شوف كم واحد شغال، كل ده داخله فلوس. وفي نفس الوقت بيشتري المنتج من بره. انا نفسي نعرف نصنع اغلبية الحاجات، يعني انا راجل مش بتاع صناعة، لكن انا نفسي ان احنا نصنع اغلبية الحاجات. طيب هتقولي ما هو العربات المتجمعة محليا مش هتكفي السوق، بس نقطة تساعدنا ان احنا نعدي بسرعة الازمة الحالية. وافتكر كلامي ان انا في يوم من الايام قلت لك لو انت واخد قرار شراء العربية وعندك فلوسها اشتريها. ارجع بحلقات دوز بنزين كده، محدش كان عارف التطورات اللي بتمر بيها العالم حاليا، لكن انا يعني لو عايز تشتري عربية انزل اشتريها. ليه؟ ليه اسباب كتير. ممكن العربية دي الشركة تجيب العربية دي تاني، ما تجيبهاش تاني، يحصل مش عارف ايه. الحل من وجهة نظري، ويمكن سمعت حلول كتير من سادة افاضل في قطاع السيارات بيتكلموا على استيراد سيارات مستعملة. استيراد سيارات مستعملة سلاح ذو حدين، انك بتدخل عربيات، العربيات المستعملة في اوروبا مثلا مش دايما كلها بتبقى متبهدلة، بالعكس في عربيات تلاقيها حالتها كويسة. بس هل التاجر اللي هروح يجيب العربية هيروح يجيب لك عربية زيرو، ولا هيروح يجيب العربية اللي سعرها حلو عشان يقدر يحط عليها مكسبه عشان يقدر يعوض عليها؟ انت من الاخر خلينا نتكلم بقى بصراحة يا جماعة، وما نضحكش على بعض وما نقعدش نجمل الكلام. احنا محتاجين نقف مع بعض دلوقتي ونقف جنب بلدنا ونعدي
الأزمة اللي احنا بنمر بيها عالميا واقتصاد، كل الأحداث، مش هسمي مسميات، كل الأحداث اللي بنمر بيها في كل حتة في الدنيا. فمش عايزين حد يدينا حلول تجميلية، اديني حل نشتغل بيه على طول. قول لي والله لو هنجيب عربيات كذا كذا كذا، اه تمام بس بشرط. عليكش بقى جايب لي عربية، الراجل هيحط حيلته في العربية كلها ويعمل اللي عنده، وفي الاخر يلاقي العربية برقم قد كذا وجاي يصلحها، ولا يلاقي العربية مش نافعة. ففترة مش سهلة من وجهة نظري. العربيات مش برضو، خليني اقول يعني العربية بقت حاجة اساسية دلوقتي. انا مش قادر اقول ان العربية حاجة، بس لو عندك عربية حافظ عليها. انا من وجهة نظري الفترة دي عندك عربية، تاني الجملة اللي بقولها بقالي كتير، انا بقولك الجملة دي، عندك عربية حافظ عليها، صيانتها، قطع غيارها، لحد ما نشوف ايه اللي بيحصل. كده كده انت فلوسك محطوطة في العربية، فسعر المستعمل بيزيد. وخلي بالكوا سعر المستعمل برضو محتاج رقابة عليه. انت لو بصيت النهاردة على سعر عربات المستعملة بتقفز قفزة سريعة جدا، وتسعير بعض العربات المستعملة في سوق السيارات المستعملة النهاردة 3 أضعاف تمنها اللي كانت موجودة عليه. وفي بعض العربات المستعملة النهاردة بتتباع أغلى من تمن عربية زيرو، على أساس إنه يقولك أنا مش هتعرف تجيب العربية زيرو. ربنا مش هيسيبنا، أنا عندي يقين ربنا كريم، وربنا هيقف معانا ويعدينا من المحنة الصعبة، ويعدينا من كل الضغوطات اللي علينا من كل حتة. وواثق إن شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله. بس نبقى كويسين إحنا كده مع بعض. أنت بتبيع سلعة، شايف بس. أنت النهاردة بتبيع السلعة دي بالليل بعد ما بتقفل، أنت بتشتري سلعة من مكان تاني، فلازم نبقى حاسين ببعض في نفس الدايرة. أنا ما اتكلمتكوش على سوق قطع الغيار. سوق قطع الغيار حاليا أخطر من سوق العربيات. قطع غيار العربيات وكم المنتجات اللي بقت موجودة، وفي منها، وأنا بقولك كلام مهم وعايز رقابة كبيرة من جهاز حماية المستهلك وكل القطاعات اللي تقدر تشوف قطع الغيار اللي موجودة في بعض الأماكن، هل هي تصلح أم لا تصلح، هل هي فعلا مطابقة للمواصفات ولا لا مش مطابقة للمواصفات. لأن أنا النهاردة مش هعرف إيه اللي جوه فلتر الزيت، أنا مش هعرف إيه اللي جوه فلتر البنزين، أنا مش هعرف إيه اللي جوه البوجيه، أنا مش هعرف إيه اللي جوه جوان تيل فرامل. يا جماعة في تيل فرامل خلي بالكو مطبوخة، هي بتتقال كده مطبوخة غلط، تركب التيل ياخد الطنابير. انا مش اقول لك حاجة، ولا فرق معايا الطنابير تبوظ. شوف مع ان الطنابير الطنبورتين النهارده برقم، بس انا فرق معايا حياتك وحياة الناس اللي حواليك. انت النهارده مركب تيل فرامل لو مضروب وجيت تفرمل والعربية ما وقفتش، ما انت لبست في واحد وانت عربيتك يعني، بعيدا بعد الشر ان حد يحصل له حاجه الاول، الحته الثانيه لا انا في حمل ولا غيري في حمل، ان عربيتين يخبطوا في بعض. ف يعني الواحد شغال في قطاع السيارات بقالنا سنين، هي يعني من وجهه نظري الجاريه بتاعت الاسعار اللي بنمر بيها يوميا مش عارف يعني. انا وبرضه برجع تاني اسال، يعني هو النهاردة كل شركة بتطلع سعر، هي بتطلع السعر بناء على ايه؟ يعني النهاردة هو قرر يغلي بناء على ايه؟ خد القرار النهاردة رفع العربية 200,000 جنيه. هل دي عربيات جديدة؟ هل دي جايب سعر دولار جديد؟ هل دي كذا؟ ولا انت بتأمن ما يعني ايه؟ عشان كده لازم يبقى في وقفة، ولازم يبقى في تدخل من الدولة، تبص بصة كده على التسعير ده. انا عارف ان مفروض، شوفوا الكلام ده مفروض ما يطلعش مني اللي جوه قطاع السيارات وطول الوقت بقى، بس لما الاقي حاجة محتاجة ان احنا نركز فيها لازم اتكلم مع حضراتكم فيها، ولازم اقول، لان انا مواطن مصري وبقبض بالجنيه المصري، ويعني ما عنديش حلول
زي بعض السادة الأفاضل إنه بيقبض أرقام بعملات مختلفة، أو أنا عايش في مصر وبقبض في مصر وبشتغل في مصر وأهلي وبيتي وصحابي وإخواتي ومصريين، فإحنا كلنا في مركب واحد. فأنا مش هقول مصلحتي إن أنا ما أقول، لا لازم أقول ولازم أبقى مع حضرتك ونقف ونحط ايدينا في ايدين بعض ونعدي الفترة الصعبة دي. وان شاء الله انا عارف ان ربنا واقف معانا كتير ومش هيسيبنا، بس احنا محتاجين نبقى كويسين مع بعض. بس من وجهة نظري انا النهاردة لما بتنزل، انا راجل بتاع عربياته في الشارع دائما، طريقة معاملتنا مع بعض في بيع في شراء في اي حاجة محتاجين نقف جنب بعض عشان نعدي الفترة دي. صدقوني والله العظيم محتاجين نبقى كويسين مع بعض. النهاردة انت تاجر، بالليل، مش هقولك بكرة، بالليل انت بتشتري طلبات لبيتك من تاجر تاني بيبيع حاجة تانية، ممكن يكون التاجر التاني ده هو اللي بيشتري منك الصبح، فانت تشطرت عليه بالليل هيتشطر عليك، هنفضل احنا في الدايرة دي بقى على طول. فمحتاجين ان احنا بس نقف مع بعض سنة. مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وده موضوع كان مهم، وزي ما قلت لحضراتكم والحمد لله ان دايما كلامنا مع حضراتكم بيتحقق الحمد لله رب العالمين. قلت لكم ان احتمال كبير وبنسبه كبيره من يمكن من بدايه السنه ونهايه السنه اللي فاتت متوقع انه يتم مد فتره كمان لمبادره السيارات المصريين بالخارج، نتيجه ان في اقبال عليها من اخواتنا المصريين. واعتقد الفترة دي مع فرق العملة هم في احسن وقت يقدر يشتري فيه عربية. يعني اللي يعرف من المصريين بالخارج ياخد القرار ده، خد القرار، لان انت دلوقتي ده افضل وقت تشتري فيه وتنزل العربية دي تبقى موجودة في مصر. مد 3 شهور كمان من 29/1 بداية الفترة الجديدة لحد 29/4. مبادرة المصريين اتكلمنا فيها كتير، او مبادرة سيارات المصريين بالخارج اتكلمنا مع حضراتكم فيها كتير. اجراءاتها او طلباتها بسيطة، انك تكون معك اقامة، عندك كشف حساب بنكي، فوق سن 18 سنة تقدر تجيب لمراتك لاولادك العربيات بنفس الكشف حساب البنكي لو هم كمان موجودين معاك، تقدر ان انت تاخد القرار وبعد كده تعدل في العربية زي ما انت عايز، تقدر معاك فترة سماح كبيرة جدا ان انت تقدم الورق وتقدم الحاجات وممكن ما تشتريش دلوقتي، عندك اختيارات كتير، عربية معلهاش حظر بيع، عندك اختيارات وشوية حاجات لطيفة انك تقدر تعملها. ومن وجهة نظري دي من احسن الحاجات دلوقتي اللي تساعد في شراء عربية للمصريين بالخارج اللي عنده اقامة. اللي عنده اقامة دلوقتي وعايش في اي دولة في اي مكان يقدر دلوقتي يشتري عربية بالمبادرة، ومن وجهة نظري يعني تعتبر هي الحتة اللي تعرف تشتري منها عربية دلوقتي بالساعة بأسعار إلى حد ما. هتقولي أقولك ما هو بيشتغل في أحد الدول فعنده فرصة أنه بيقبض بعملة غير المصري. هروح لموضوع مهم جدا، ويمكن على مدار فترات طويلة كان عندنا كذا شكوى من أهالي وسكان منطقة حدائق الأهرام لطلب رصف الشوارع. قرار من محافظة الجيزة وتكليف لجهات كتير انها تكون موجودة بعد اجتماع ما بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لتطوير وتنظيم وتصليح شوارع منطقة حدائق الأهرام. منطقة حدائق الأهرام فيها عدد سكان كبير، فيها كثافات مرورية كبيرة، فيها تكدسات في بعض الأوقات على بعض البوابات بنشوفها، وده نتيجة ان بعض الشوارع محتاجة يتعمل لها سفلتها. يعني في شوارع اتعملت وفي شوارع داخلية لسه ما اتعملتش، واغلبية الشوارع محتاجة سفلتها. فمحافظة الجيزة خدت قرار ان يتم تصليح الشوارع وسفلتة الشوارع داخل منطقة حدائق الاهرام، وتنسيق مع الجهات، عشان انتوا عارفين ان بعض عندنا المشاكل اللي بتتم نهضة، انت سفلت الشارع بكره هوب بيكسروا. ليه؟ ايه ده فلان نسي ان عايزين نغير الكابلات. يا عم طب ما احنا زي ده بيحصل دلوقتي في التجمع الخامس،
في شارع 90 الجنوبي تقريبا، بعض من السكان بعتوا لنا شويه صور، الشارع متسفلت وزي الفل، بس فجاه لقوا مواسير كبيره، فواضح ان هيتم تكسير. طب يا اخوانا هل في خلل في حاجه في المواسير ولا ايه؟ نفسي دايما لو احنا خدنا قرار تكسير شارع والدوله صرفت عليه ووضبته، ما تاخدش قرار ايه يعني. لو انت شايف النهارده جهه من الجهات نازله توضب شارع، خد قرارك، قول له والله استنى قبل ما تسفلت انا جاي اغير مواسير، قبل ما تسفلت انا اغير كابلات، قبل ما تسفلت انا عايز. نفسي ان احنا نعمل التوصيله دي بيننا وبين بعض دايما، يعني اجتماع دايما مع شركه مياه الشرب، الصرف الصحي، كهرباء، تليفونات. انا ما اعرفش التليفونات دلوقتي لسه تحت الارض، بس اعتقد التليفونات دلوقتي بقت هوائيه فما بقاش فيها اسلاك تحت. نلم القصه دي، يبقى دايما عندنا كده ايه، ايوه يا استاذ فلان بكره نازلين الشارع الفلاني في منطقه كذا، عندكم حاجه، عندكم شكاوى، عندكم اي حاجه في الشارع ده ميه؟ يقول لك لا المواسير تمام و100. طيب احنا هنكسر ونسفلت الشارع، محتاجين تغيروا المواسير؟ يقول لك اه والله كنا عاملين حسابنا ان نغير المواسير السنه الجايه، طب تعالى هنغيرها دلوقتي. طيب بس عشان في الاخر مجهود وفلوس واي حاجة تانية بتضيع في الوقت، انك بتكسر 3-4 مرات. فعجبني القرار اللي خدته محافظة الجيزة، ان حصل اجتماع بين 3 جهات مع بعض عشان يصلحوا حدائق الاهرام. ومن الاول كده مية عندك مشكلة، كهرباء عندك مشكلة، صرف صحي عندك مشكلة، ابدأ من دلوقتي خلصهم وابدأ اسفلت. تمام، يبقى كل اللي علينا عندنا صيانات بعد كده للشارع ومية مية. فدي خطوة كويسة. بطلب بس ان يبقى كمان في مجهود، انا عارف انه بيبذل من رجال المرور وفي محافظة الجيزة داخل حدائق الاهرام، محتاجين سنة زيادة للتنسيق الكثافات المرورية على البوابات وللناس جوه، عشان اي مخالفات بتتم باي شكل من الاشكال ما تبقاش موجود. عايز اروح لموضوع كمان مهم جدا وعايز حضراتكم تاخدوا بالكم منه. الفترة اللي فاتت انا اتكلمت على الموضوع ده كتير، بس انا بتكلم عليه تاني. الاطارات، سعر الكاوتش بيغلى، فبدأت يبقى في انواع غير معلومة المصدر تماما، انت مش عارف الكاوتش ده نوعه ايه اصلا. فيجي يقولك والله يا باشا دي فردة جاية من تايوان وكذا كذا كذا. في حاجة بتحصل في بعض المناطق اللي حوالينا مش في مصر بس، بتجيلنا الكاوتش ده مستورد، اعادة تدويره، بياخد الفردة القديمة ينقشها تاني ويحط عليها علامات وتواريخ جديدة، وفي بعض الاوقات ماركات. وفي مصانع مشهورة في بعض الدول اللي حوالينا، والحكومات بتطارد المصانع دي، بتصلح، بتاخد الكاوتش القديم، يعني ياخد منك الفردة المستعملة اللي خلصانة دي ياخدها تاني يعيد شكلها من اول وجديد، تلاقيها بتتنقش من اول وجديد ويحط علامات وتواريخ، قصة صعبة قوي. انا بقول لك خلي بالك وانت بتشتري كاوتش، اولا شوف المصدر اللي بتشتري منه، يعني المحل اللي انت رايح له ده تبع مين، هل هو موزع معتمد لعلامة من العلامات. انا مش بقول لك دلوقتي اشتري بيريلي بس، انا ضامن لك بيريلي في حتة معينة، قايل لك ان بيريلي اي محل او اي مركز تابع لعلامة بيريلي محطوط عليه علامة بيريلي فهو بيخضع الى منظومة كاملة من هذه الشركة. والله انت مش عايز تشتري بيريلي براحتك، انا بقول لك عامة، بس شوف المكان ده والشركة دي بجد ولا لا. ليه؟ عشان ابقى عارف فرد الكاوتش اللي انا بشتريها دي دلوقتي، لان النهارده هي مش برقم قليل، هي بجد ولا لا، هي تاريخ انتاجها سليم ولا لا، يعني يا رب تبقى على قد تاريخ الانتاج، لان انا جبت كاوتش من بعض الاماكن انا مش عارف ايه دي. وبدأت اشوف انواع وهتشوفها الفترة الجاية ارخص بربع الثمن. طب هي فرد الكاوتش دي ايه؟ اه هي فرد كاوتش هتركب وتمشي، مش هتقول لك لا،
سلة تستحمل حرارة، لا تستحمل ضغط، هل فردين تبقى لمواصفات السلامة والأمان فعلا؟ اوعى أرجوك 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 اوعى تستقل وتقول مش مهم ما هو فردة كاوتش، حياتك وسلامتك وسلامة عربيتك بفردة كاوتش دي. انا مش برضو بقولك كده عشان بيريلي، عشان هيطلع واحد يقولك اصل تامر وعشان بيريلي خالص. انا دايما لما بحب اجيب لحضراتكم حاجة تفيد حضراتكم، بس في نفس الوقت لما بلاقي حاجة موجودة ممكن تضرك لازم اخليك تاخد بالك، وهو ده اللي خلاني ان انا بتكلم على الموضوع ده ومهتم بيه جدا، ومهتم ان دايما يكون التعاون بيننا وبين اي مكان لازم يكون حضرتك تستفيد منه، وابقى واثق ان لما اجي اقولك لما تروح مكان الفلاني عليه علامة فلان كده. فارجوكوا خلي بالكوا جدا 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 من الموضوع ده. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هفرجكم على تطور وبداية موسم جديد، وتحديدا ده تاني سباق في موسم سباقات الفورمولا اي. بعد الفاصل هحكي لكم عنه كده شوية حاجات صغيرة، وهنطير على المملكة العربية السعودية نتفرج على جولة من الجولات في دوس بنزين. رجعنا حضراتكم لسه مكملين حلقتنا، وقبل ما نطير على المملكة العربية السعودية خليني اقول لحضراتكم ايه سباق الفورمولا اي. يمكن انا مهتم شوية بسباقات الفورمولا اي بقالي فترة لسببين، اجلا ام عاجلا هتبقى هذه السباقات اللي موجودة. اي نعم بعد ما الشركات قالت 2025 مش هننتج عربيات غير كهرباء، لقوا ان في ازمة في العالم وفي ازمة في المكون وفي ازمة في الطاقة، فراحوا زقنا 5 سنين كمان، قال لك 2030. تمام، يعني انا على امل ان احنا يزقوها 5 في 5 كمان، محدش لسه ضامن العمر، بس اكتر من كده مش هنبقى موجودين، فاحنا تمام بقى الجيل اللي بعدنا يكون هو بقى اللي معاه العربيات الكهرباء وبدأ يبقى ما عندوش اختيار غيرها. خلي بالك فبدأ جنبها يبقى فيه سباقات، ما هو لما هتبقى انت في 2030 مفيش غير عربيات كهرباء مش هتفرج على سباقات بنزين، فهتبقى عربيات كهرباء وسباقات كهرباء. عشان كده الاف اي قررت انها تعمل سباق الفورمولا اي، وبدات سباقات الكهرباء تخش باشكال مختلفه. النهارده بنتفرج عليها اوف رودنج، بنتفرج عليها كارتنج، بنتفرج عليها في الفورمولا. فورمولا اي اعتقد هي اعلى واحده في سباقات السيارات حاليا كتكنولوجي وكشويه حاجات كده. الفكرة بقى في الفورمولا اي نقطة مهمة حط فيها كم اعتبار كده وانت بتتفرج، يعني عايزك تتفرج عليها لانك هتشوف فكر المصنعين. نيسان واحدة من الشركات الكبيرة في صناعة السيارات والسيارات الكهرباء، ونيسان هي الشركة اليابانية الوحيدة اللي دخلت الفورمولا اي. النقطة التانية ان نيسان بدأت تطور في التكنولوجي بتاعت العربيات الكهرباء عن طريق السباق الفورمولا اي. تقول لي ازاي؟ هقول لك ان دايما بيستخدموا التكنولوجي ويطوروها ويبداوا يجربوها في السباقات، وبعد كده ينقلوها للعربيات اللي موجوده في الاسواق. وده اللي حصل مع نيسان، خصوصا انها بدات المشوار من بدري مثلا في نيسان ليف. ولما تشوف المشوار كان ماشي عامل ازاي هتتفرج على التطورات اللي حصلت خطوه بخطوه. فهو دايما كل المهندسين عنده بيشتغلوا على يطلعوا افضل اداء من عربيه السباق في الفورمولا اي، خصوصا ان احنا في الموسم العاشر. ولما تشوف العربيه وصلت للمستوى ده ازاي تفهم ده هينعكس على العربيات اللي احنا بنركبها في الشارع. الاسبوع اللي فات نيسان اطلقت تكنولوجي الاي باور في السوق المصري، وتكنولوجي الاي باور من الحاجات الكويسه جدا لان دي خطوه للعربيات الكهرباء. هو فيها عربية زي الهايبريد بس هي مش هايبريد،
بس فيها موتورين، موتور بنزين وموتور كهرباء. موتور البنزين شغلته انه كانه مولد للموتور الكهرباء. ففكره ان انت تبدا كراجل او كسيده بتتعلم لسه سواقه العربيات اللي فيها محرك كهرباء، انك تبدا تشوف بطاريه بتخلص بتتملي، بس انت عندك موتور بنزين بتحط له بنزين عشان يشحن، فبدل ما انت بتحطها في فيشه عندك موتور بنزين موجود بشويه بنزين، استهلاك اقل طبعا بكتير في استخدام البنزين. وفكره انك تبدا تتعلم ان عينك على البطاريه والدواسه البنزين الاي بادل وشويه التكنولوجي بتاعت العربيه الكهرباء دي. هنجرب الفتره الجايه، ويمكن كنت من اوائل الناس اللي جربنا الاكس تريل، عربيه من العربيات المهمه جدا اللي جربناها في بدايه اطلاقها. جربنا محركات كتير في الاي باور، وعندهم محرك اسمه اي فورس كمان قوي تم الكشف عنه. هنشوف اليومين الجايين ايه الموضوع ده طالع منين بقى. طالع من جوه الفورمولا اي السباق ده، فالفريق ده اللي بيسابق وبيحارب في البطولة دي، وفي فرق كتير بقى غير نيسان، بس نيسان هي الشركة اليابانية اللي موجودة، مازراتي موجودة، بورشا موجودة، كل في شركات كتير. كل سنة بينضم فرق جديدة، كل سنة بينضم فرق جديدة، لكن انطلاق الفورمولا اي وتطور سباق الفورمولا اي اختلف. زرنا الجولة التانية في الموسم ده، وكانت في المملكة العربية السعودية. وخليني معلش هقف هنا، لان انا محتاج اقول على التنظيم الرائع اللي انا شفته، برافو. انا حضرت سباقات الفورمولا اي في معظم دول العالم. عدد الجمهور والتنظيم اللي انا شفته في منطقة الدرعية في الرياض ما شفت زيه بصراحة. وحق ربنا لازم يتقال في مجهود مبذول كبير جدا من الاتحاد السعودي ووزارة الشباب والرياضة السعودية لتطور الرياضة بهذا الشكل. لما تحضر سباق لعربيات كهرباء وتتفرج على عدد الجمهور اللي موجود ده بالفعاليات اللي جنبه، أنا مش مصدق إن ده سباق فورمولا إي اللي في بداية ما كان موجود كان عدد الجمهور بتاعه مش كبير. النهاردة حضراتكم هتشوفوا معايا عدد جمهور كبير، فعاليات مظبوطة، برافو على التنظيم. الواحد بيفرح لما بيلاقي دولة عربية عاملة مجهود كبير زي ده، الواحد بيفرح لما بلاقي مجهود بيتم من كل القائمين على التطور اللي بيتم في السعودية، سواء موسم الرياض سواء أي مجهود بيتم. بصراحة تحية كبيرة جدا لكل القائمين عشان نشوف هذا المستوى لرياضة احنا بنحبها تطور. يعني لما تيجي تبص تلاقي داكار، بعديه فورمولا اي، بعديه مجموعة من الاحداث الصغيرة المحلية، بعديه فورمولا 1. انت بتتكلم في 3 شهور قبل رمضان، الفترة دي كل دي احداث بتتم في السعودية، كل دي احداث عربيات بتتم، ومش احداث حاجة. انت جايب اقوى سباق راليات في العالم، جاب اقوى سباق عربيات كهرباء فورمولا اي في العالم، جاب الفورمولا 1، كل ده بيتم وبتستقبله في فروقات كده. فبصراحه لازم نقول المجهود اللي بيتم تحيه وتقدير كبيره جدا لكل القائمين بجد. وانا لما رحت، وبشكر طبعا شركه نيسان، لان شركه نيسان هي اللي دعمانا دايما وبتدينا كل اللي حضراتكم هتتفرجوا عليه عشان نكون موجودين، وتغطيتنا الخاصة داخل بطولة الفورمولا اي مع فريق نيسان. انا موجود مع الفريق جوه، مع عربياته، مع السائقين لحظة بلحظة، ويمكن عندنا لقاءات حصرية مع سائقين فريق نيسان. والسنة دي او الموسم ده تم انضمام سائق جديد، وطلع الحمد لله وشنا كان كويس عليه، طلع على منصة تتويج في المركز الثالث. خلينا نطير على الرياض وتحديدا منطقة الدرعية، وجولة من جولات الفورمولا اي موجودين فيها مع فريق نيسان جوه 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 السباق وداخل المناطق الخاصة للفريق. كل ده بس فدوس بنزين، تعالوا نطير وارجع لحضراتكم تاني. We'll be right back.
السلام عليكم. النهاردة وصلنا إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدا أنا موجود دلوقتي في مدينة الرياض ومتجهين إلى الدرعية. الجولة الثانية من جولة من بطولة العالم للفورمولا اي، وتحديدا دي الجولة الثانية اللي مقامة في المملكة العربية السعودية. الجولة الأولى كانت في المكسيك، والجولة الثانية النهاردة في المملكة العربية السعودية. بدأت الاستعدادات تكون مختلفة، خصوصا ان تحضيرنا مختلف شوية. ليه بقى؟ خليني بس ايه اقول لكم ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل ان طبعا زي ما انتم شايفين كل العربيات جاهزة، وجايبين لنا العربيات الباترول اللي انتوا شايفينها اللي مكتوب عليها فورمولا اي تيم، او تحديدا نيسان فورمولا اي تيم، وهو ده اللي هينقلنا الى المكان اللي هنبدا نتفرج فيه على الفعاليات. ف يلا بينا نتوكل على الله ونبدا يومنا، ان شاء الله تبقى سفريه قويه مليانه بالحماس. وصلنا الى مكان من الاماكن اللطيفة جدا، وهو واحد من ضمن الاحداث اللي بتتم في موسم الرياض. والنهاردة يعتبر للمكان اللي احنا موجودين فيه هو اخر يومين دي في الفترة اللي موجودة في فعاليات موسم الرياض. لكن نيسان بما ان او تحديدا بما ان هيبقى في جولة من جولات الفورمولا اي، فعشان يعرفوا الاطفال ويعرفوا الجمهور واللي بيحصل في بطولة الفورمولا اي، فنيسان عاملة فعالية هنا، جايبة اكتيفيشن قوي وسط الالعاب وسط كل الاحداث دي كلها، وعاملة حاجة دمها خفيف قوي سيميليتر، وعربية الفورمولا اي موجودة عشان ينقلوا صورة لطيفة جدا كده على سباقات الفورمولا اي، وتبدا الاطفال تتعلم والناس تتعلم اكتر. تعالوا نخش نتفرج كده ايه اللي موجود جوه. والسيميليتر اللطيف ده ليه عربيه الفورمولا اي، وفي نفس الوقت كمان زي ما انتم شايفين الناس تبدا تلعب على السيميليتر، والعربيه موجوده عشان الناس تتفرج عليها بأجواء خطيرة خطيرة وسط كل الأحداث اللطيفة والأجواء الخطيرة دي. السيميليتر بكل تفاصيله، وعربية الفورمولا اي، ويلا بينا. من ضمن الحاجات اللي موجودة فوكس كلين، كل ما هتعمل كل ما بتلبس الجهاز ده على راسك زي ما انتم شايفين كده، وكل ما انت هتركز اكتر كل ما العربيه هتبقى ماشيه على التراك اسرع. وهنا هي بيوريه التركيز بتاعه كان قد ايه، وهنا التركيز قل امتى والتركيز زاد امتى عن طريق الجهاز اللطيف ده. تعالوا نجرب يلا. النهارده اليوم التاني واليوم مختلف شويه. ليه بقى؟ لان النهارده احنا عندنا راوند تيبل مع فريق نيسان للفورمولا اي، هنقعد نتكلم على حاجات كتير جدا النهارده معاهم، ونعرف حاجات كتير جدا واستعداداتهم للموسم الجديد، خصوصا ان هو موسم قوي ومختلف.
كمان هنطلع من بعد الراوند تيبل هنطلع على التراك، وده شيء مهم جدا لان النهارده عندنا براكتس وعندنا سباق، ففي تفاصيل كتير. نازلين دلوقتي على الميتنج روم، هنقابل الفريق وعندنا راوند تيبل هنتكلم فيها فيما يخص هذا الموسم وتحضيراته عامله ازاي. يلا بينا. خلصنا زي ما شفتوا دلوقتي الراوند تيبل، ومفروض ان احنا هنتحرك دلوقتي على التراك عشان نكون مع الفريق. زي ما شفتوا يعني يمكن بريف سريع، الفريق بيعمل ايه وايه الهدف اللي بيعملوه وليه نيسان مهتمه بالشكل الكبير قوي. وخليني اقول لكم على نقطه مهمه جدا، ان اهتمام نيسان جدا بالفورمولا اي لان دي تكنولوجي اللي بتتنقل للعربيات الحقيقيه اللي احنا بنركبها، او العربيات اللي بتمشي في الشارع الاقتصاديه، العربيات اللي نيسان بتنزلها وخطوط الانتاج بتاعها. فبيستعملوا دايما التكنولوجي اللي بيجربوها فريق الفورمولا اي وبيطلعوا افضل اداءات ليها، ويطلع بعد كده بالتكنولوجي دي يروح بيها على العربيات اللي بنشوفها زي الاريا وزي حاجات كتير قوي. وتكنولوجي الاي باور كانت جايه من الفورمولا اي طبعا مختلفه، لان الاي باور تكنولوجي ثانيه، لكن الابحاث والدراسات اللي بتتم على فكر وجود المحركات الكهرباء بدا مع الفورمولا اي من بدري قوي. فخلينا نشوف ايه اللي حقيقي. ابديتس معاكم كده الدنيا، يلا بينا. عايز اقول لكم اجواء حلوه
معجب بالتنظيم قوي، يعني مبسوط انهم بينظموا بالشكل ده، وده حاجه في حد ذاتها حلوه. بدا يبقى في جمهور شويه وبدات الناس تيجي، اعتقد الناس هتبدا تبقى موجوده بالليل اكتر لما يبدا السباق يكون موجود. ميزه جولات السعوديه او السباقات اللي بتكون في السعوديه انها بتكون بالليل على الـ على الـ على الاضاءه. انا بالنسبه لي ده مثلا في الفورمولا 1 جامد قوي، اعتقد في الفورمولا اي دي اول مره احضر سباق فورمولا اي بالليل. النهارده نيسان حتى الان يمكن في البراكتس اللي فاتت ساشا موجود في جزء كويس جدا من الترتيب واخد الترتيب الاول. خلينا نكمل جولتنا كده جوه التراك ونشوف ايه اللي بيحصل. النهارده موجود معانا ضيوف اعزاء وحوش في العربيات وفي السباقات مرعبين، وتحديدا كمان الفورمولا اي. يعني بص زياد وغيث النهارده الجمهور ماشي وراهم في كل مكان بيقول لهم توقعاتكم وانتوا ليه مش بتسابقوا؟ نحن اتوقع انه مين حيربح؟ سيارة نيسان صح؟ انا بقول سيارة نيسان اللي حتربح اليوم. انت عارف ان ساشا هو السواق اللي بيسابق مع نيسان واخد دلوقتي رقم واحد في الترتيب ما شاء الله. هو انا كرمال هيك ساشا لانه امبارح كنا سهرانين قال لك هو انه اليوم ان شاء الله هنصف من عالية حفلة عشاء، قال انه ان شاء الله حيحاول انه يفوز. مع ان اصلا احنا هنا في الفورمولا ايه مفيش اصوات، بس هو حظنا واحنا بنصور صوت طياره. طب انا عايز اسالكم سؤال، ايه رايكم في التنظيم؟ بجنن وسريع، يعني بتحس انه فجاه هيك بيطلع اشياء هون فجاه بتختفي الاشياء، يعني التنظيم كتير سريع وكتير حلو وكتير مرتب. انتوا حضرتوا سباقات قبل كده صح؟ شو هو؟ سباقات، حضرت سباقات؟ حضرنا سباقات بس اليوم اول يوم رح نحضر الفورمولا اي. كثير حلوين. هلا حضرنا شوي، هلا يمكن اتوقع عم يتدربوا، بس الغريب انه ما في هذا الصوت العالي، بس كمان حلو. هو حاطين مايك جنب العربيه عشان يطلع الصوت ده. ما هو اتوقع بعد 20 30 سنه حتصير كلها هيك الفورمولا، ما عاد صفى العربيات كمان كلها. يس. انت بتحب العربيات كهرباء؟ انا شخصيا لا، لانه كل مره بتكون معي سياره كهرباء بنقطع بدي اقول للشباب تعالوا خذوني. فان شاء الله ان شاء الله يعني لقدام اكيد بدنا نصير نحب يعني. نايس. انا لا، انت لسه زي حالتنا، محركات بنزين. بنزين لازم صوت وهيك تحس بالمتعه بالسواقه. مش عارف بعد كده هقول في البرنامج دوس بنزين ازاي وانا بغطي عربيات كهرباء. اسم برنامج دوس بنزين. دوس كهرباء. لا هي الكبسه نفسها تبع البنزين بس كهرباء بتعطي فعادي. دوس بطارية. هتيجوا مصر امتى؟ كان المفروض ننزل مصر قبل اسبوعين بس ما زبطت للاسف، فان شاء الله في الاجواء هاي الجميله اللي عم نشوفها في مصر لازم ننزل هالفتره قريبا قريبا جدا. اول ما تيجوا مصر هنعمل حلقه خطيره. اوه جاهز. يلا بنزين ولا كهرباء؟ لا رالي بقى. رالي؟ اوه انا بحب السباقات. بس انا جاهز، عربيه الرالي بتاعتي جاهزه والله. ونطلع يوم نعمل يوم خطير. جاهزين والله. جاهز. والله جاهز. وبالليل ندب دب اكل بقى عشان احنا من ساعه ما جينا بناكل اكل خفيف. اكل خفيف مثل امبارح ومثل اليوم ان شاء الله. منورين ومشرفين ومبسوط ان احنا كنا مع بعض ولسه وما احنا مكملين اليوم. لسه مكملين. هتلاقوا ستوريز كتير وحاجات كتير طول الوقت ده. حبيب قلبي يلا بينا. حبيبي انا هو الجزء اللي بنخش فيه مع الفريق ونبقى جوه البادك، وتحديدا مع الفريق جوه في كل تفاصيله. هنروح دلوقتي واحنا حاليا فريق نيسان واخد بول بوزيشن، فده في حد ذاته شيء الحمد لله وشينا حلو عليهم.
التطورات اللي حصلت كل سنة تطورات كبيرة جدا، ويمكن الموسم ده بالنسبة للفريق حصل فيه تطورات على الرغم ان فيه سواق جديد من السواقين بقى هو الموجود. يلا بينا خليني احكي لكم القصة دي اول ما ندخل ونتفرج على الفريق. زي ما انتم شايفين الجزء ده وهو الجزء المهم، احنا دلوقتي على ارض التراك وتحديدا قدام فريق نيسان، الفريق اللي احنا موجودين معاه. زي ما انتم شايفين التراك ورانا واستعدادات واجواء خطيره، بدات الانوار تنور لان السباق هيكون موجود بالليل، والسباق على الانوار الصناعيه يعني مش على نور الشمس. ده من وجهة نظري شيء هيكون مختلف لان اول مرة احضر سباق الفورمولا اي بالليل. خلينا نخش، احنا دلوقتي قدام الفريق نيسان عند البادك، خلينا نشوف هيفرجونا على كل التفاصيل، ويمكن احنا عشنا الاجواء دي كذا مرة بنشوف، لكن خلينا نشوف السيزن ده سيزن 10 في اختلافات كتيرة وفي تطورات، سواء جديد الضم الى الفريق. يلا بينا. زي ما انتم شايفين اللي حصل دلوقتي العربيات وصلت ورانا وسائقين الفريق موجودين بيوقعوا على الصور التذكارية للجمهور، وبقيه العربيات بدأت توصل. يمكن شايفين احنا موجودين في مكان مهم قوي، يعني احنا موجودين جوه البادك وسط العربيات وتحديدا جوه الجراج الخاص لفريق نيسان. الاجواء دلوقتي بقى لطيفه لان دلوقتي في انتظار انطلاق السباق، هينطلق الساعه 8 بتوقيت المملكه العربيه السعوديه، ومفروض ان مع انطلاق السباق هيبدا نشوف التطورات والتفاصيل، خصوصا ان عندنا عربيه بول بوزيشن من نيسان، فالدعم والتوفيق للفريق المنافس والفريق الياباني الوحيد اللي موجود في الفورمولا اي وبيمثل المصنع الياباني بقوه. حط العربيه على الكريك، جامد جامد. طيب احنا موجودين فين دلوقتي؟ احنا موجودين مع الدرايفرز في الجزء المخصص ليهم، زي ما انتم شايفين هم بيمضوا لكل الفرق. بس خليني هسال ساشا سؤال سريع كده على السيزون. هلو ساشا. Hey, how are you doing? How are you? I'm very good, thank you. How is the season? It's starting, but it's different. It was a difficult start, but now we managed to do a better job today. So yeah, let's keep it like this for the rest of the season now. How is your new partner? Good. Yeah. He's doing an amazing job. I mean, pole position for him. I think second or third with the team, so it's really good for him. And fortunately, I didn't really manage to do my job in the duel, but I think the speed is there. So yeah, let's keep it like this for the next few races now. How is the drive in the night? It's cool. It's cold compared to qualifying. It's a very big difference in the temperatures, but yeah, we enjoy to race in the night. It's the only time of the year, so it's pretty cool. Good luck, inshallah. Thank you. Thank you. دلوقتي معايا اوليفر وهو السائق الثاني اللي موجود والنهارده بول بوزيشن. هاي اوليفر، كونجراتوليشن. Thank you very much. Thank you. It's pole position for first of the seasons. It's very cool. It's amazing. Yeah. That's why I came back to Nissan. You know, it's been a couple of years not being competitive, but I knew I had a good team, good package here, and we proved that today. So yeah, hopefully we can have a good race. What do you feel about this new season with this generation? Yeah, I mean, there was a couple of difficult first couple of races, to be honest, but honestly we've put our heads down, particularly last night. We've done a good job, and I'm still new in the team, so things are starting to gel, and today that came together. Not all the drivers loving to drive in the night, but I think the driving in the night is
Some is more better because feeling the temperatures, a lot of things. Do you prefer to driving in the night or not? I don't really mind. To be honest, for us, it's quite similar with the lights out there. It's quite bright anyway. But I think for tire management, it's a little bit easier when it's colder. So that's better. I mean, yeah, we just have to keep it clean today and enjoy driving in the night. Good luck. Thank you. Thank you very much. زي ما شفتوا ده كان يمكن رأي كل سائق من السائقين. إن شاء الله يبقى وشنا كويس عليهم ولسه مكملين جوه المكان المخصص لفريق نيسان وعملنا انترفيو. يعني مبسوط ان احنا دايما موجودين مع الدرايفرز. زي ما شايفين ورانا العربيات بتجهز دلوقتي وبيبدأوا يجهزوا. بدأت الناس تيجي تتفرج وتحضر. مجموعة كبيرة من الجمهور موجودين زي ما شايفين جايين يحضروا البيت لين ووك. بس يمكن احنا واقفين في حتة مع الفريق لانه اريد احنا مع الفريق دائما. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل تاني وهقول لكم كده ايه الاخبار ومع بعض لحظة بلحظة. دي من اهم الاشياء اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. خلينا نلف كده عشان افرجكم عليها اكتر. ده الستيرنج ويل الخاصه بعربيه الفورمولا اي. تفاصيل كتيره جدا جواها. فكره الستيرنج ويل مش سهله لان سواق الفورمولا اي بيعمل حاجات كتير قوي. اول حاجه انه بيتحكم في كل الاستراتيجي بتاعت العربيه والباور وكل الكلام ده كله عن طريقها ويقدر يتحكم في حاجات كتير قوي. فده اختراع كبير. ثمنها حوالي 10,000 يورو الستيرنج ويل دي. ما تحسبش بكام بقى. زي ما انتم شايفين احنا بنتمشى دلوقتي جوه التراك وتحديدا في جراشات الفرق كلها. الفرق كلها موجوده. يمكن بس النور هيزعجكم شويه معلش بس عشان عايز اخليكم تتفرجوا على كل الفرق اللي موجوده. فريق بورشا واحد من الفرق القويه جدا الموجوده. اللي عجبني في الموضوع المره دي ان بقى في جمهور. ده سائق نيسان اللي كان موجود السيزون اللي فات بقى مع فريق تاني. الميزه في الفورمولا اي برضو ان الفرق قريبه لبعض. هو ده دايما بيحصل في الفورمولا 1 انك بتشوف سواقين بينتقل من فريق لفريق لفريق. لكن في الفورمولا اي التنقلات سريعه. يعني من السيزون الاولاني للسيزون الثاني للسيزون الثالث اللي احنا ده كمان كان سواء يمكن النهارده عمل حتى محادثه جامده جدا. يعني مش هنخش نكلمه او نقول له حاجه بس عشان ما يبقاش الموضوع دايخ. لكن هو عمل حادثه جامده جدا النهارده وخرج من السباق. نفسيا طبعا اصعب لحظات بتبقى موجوده لاي سائق يعني بيحصل له حادثه خصوصا في التراكس او خصوصا في المراحل التاهيليه قبل السباق. التنظيم عجبني جدا بصراحه. حاسس بنوع مختلف شويه. يمكن انا حضرت اغلبيه جولات الفورمولا اي بنلف معاهم في اماكن كتير في كل حته في العالم. لكن من وجهه نظري الدرعية او هنا السباق في السعودية ليه طعم مختلف لان الشعب السعودي بيحب العربيات. فالشعب السعودي موجود ففي جمهور كبير موجود حاضر ولسه الجمهور بيزيد. كمان عشان السباق بالليل الى حد ما الجو حلو. طبعا ساعة سنة صغيرة بس مش ساعة يعني الساعة سنة صغيرة. لكن الناس موجودة وجاءت تتفرج وجاءت تستمتع بالسباق ومبسوطة بجو اللي موجود. اغلبيه الفرق بتحضر دلوقتي وبتكون موجوده خلاص. باقي حوالي ساعتين على انطلاق السباق وبعد ما هينطلق السباق على طول هتبدا نشوف مين هيقدر يعمل ايه. خصوصا عندنا اوليفر وهو السواق الثاني اللي اتضم السنه دي لنيسان. قدر النهارده يكون بول بوزيشن فهيبقى عنده مسؤوليه كبيره جدا. اعتقد حاجه شكلها لطيف ان انت تبقى لسه منضم للفريق وموجود وتقدر ان انت تكون بول بوزيشن من تاني سباق. كان عندهم الجوله الاولانيه في المكسيك والجوله الثانيه موجوده ولسه في عدد كبير من الراوندز السنه دي موجوده. لسه مكملين ده يمكن الجزء بتاع نيسان. زي ما شايفين الفرق بتحضر لكل حاجه وفريق نيسان بيجهز العربيه.
فريق ماكلارين، يمكن قلت لكم المعلومه دي بس هقولها لكم تاني. فريق ماكلارين هو واخد عربيه نيسان زي ما هي، يعني هو كل اللي عاملينه انهم حاطين ستيكرز بس على العربيه مش اكتر من كده، لكن العربيه كلها بتاعه نيسان بنفس الاستراتيجي بنفس كل حاجه كل حاجه، يعني حتى الارقام كلها هي هم اللي بيعملوا لهم كل شيء في العربيه، دوب ماكلارين حاطه ستيكرز بس بتاع ماكلارين عليها فقط. انا مش عارف ده فريق ايه بصراحه. في فرق جديده لسه، ده فريق جديد لسه داخل السنه دي. وكده خلصنا جولتنا جوه التلاين. فريق ماكلارين، فريق ماكلارين من الفرق اللي فيها حاجه مختلفه. ايه بقى المختلفه؟ انهم واخدين عربيه نيسان زي ما هي بكل حاجه فيها، يعني بكل حاجه، وحاطين عليها ستيكرز بس انها ماكلارين وفقط. وادي فريقنا فريق نيسان، اللحظات الاخيره والتجهيزات قبل السباق. طيب احنا فين دلوقتي؟ احنا في طريقنا الى مكان مهم جدا، الى التراك. احنا نازلين نكون موجودين في مع الفريق في اللحظات اللي قبل ما التراك يبدا على طول. خلينا افرجكم كده ما خلف الكواليس، ايه اللي بيحصل من ورا اللحظات اللي قبل ما السباق ينطلق على طول. يلا بينا. انتظار دلوقتي النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية. مجهود ان احنا في الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي كل السواقين بتتجمع على ارض التراك. ممكن بس الصوت هيبقى عالي شوية، فهكون حاول اعلي صوتي اكتر عشان تسمعوني. فكل الدرايفرز وصلوا واحنا في اللحظة الحاسمة. تعالوا اوريكم. كده احنا مفروض خلاص باقي 6 دقايق على السباق، 10 دقايق طلعوا الاشاره، فلازم نخرج بسرعه جدا من ارض التراك عشان هينطلق السباق. في اللحظة دي خلاص هنطلع بسرعة دلوقتي نرجع للمكان اللي احنا كنا موجودين فيه، اللي هو زي البادل كلاب، عشان نتفرج على السباق. بس في الغالب انا هخش اقعد اتفرج على السباق مع الفريق جوه في الجزء الخاص بتاع الفريق مع التيم مانجر. يلا بينا. ايه ده يا جماعه؟ التراك على السماء، منورينه في السماء. اللي انتوا شايفينه ده التراك يا جماعه. واو، تراك بالكيرفز بتاعته مش ممكن، خطيره. برافو والله، والله برافو، والله لازم يعني واحد لازم يقول برافو. برافو، بصوا الجمال. احنا فين بقى؟ احنا في اخر لفه نيسان في الترتيب بتاعها الثالث زي ما انتم شايفين. بص على الشاشه اللي في وش الناحيه الثانيه. في يلو فلاج، في يلو فلاج.
بص طالع على الشاشة كم برسنت من الانرجي اللي باقية، يعني نسبة الباور اللي باقي في البطارية قد ايه في اخر لفة، كلهم 0.5 0.6. بص كلهم بيخلصوا بص بيخلص الباور اللي في العربية على اخر لفة على الفينش لاين. واو فاينل كورنر رولند السواق اللي انضم لنيسان عمل فينش في المركز الثالث، وساشا في المركز السادس. واو اجواء خطيره دي. واو واو كده نبقى خلصنا تغطيتنا مع نيسان في بطولة الفورمولا اي. عملت ايه رأيك؟ والله سباق جميل، التالت اتشدت للسباقات. كتير شو بدك مني؟ لازم هنخليه خاص فورمولا 1 ولا فورمولا اي؟ فورمولا 1 واي الاثنين دي حاجه ودي حاجه. ايوه صح، دي فكره ودي فكره. كده خلصنا النهارده تغطيتنا، ويا رب يكون التغطيه عجبت حضراتكم. كنا موجودين مع نيسان في المملكة العربية السعودية. تحية كبيرة بجد للمملكة العربية السعودية على التنظيم الرائع اللي أنا شفته. تحية كبيرة لتيم نيسان السعودية اللي ساعدنا وعمل مجهود كبير قوي. شكرا شكرا بجد شكرا. الله يخليك، ويا رب نكون غطينا حضراتكم كل حاجة بالتفاصيل وعجبتكم. خليكم دايما متابعينا، نطير بسرعة ونرجع للاستوديو عشان نكون موجودين في مصر. رجعنا حضراتكم، يا رب تغطيتنا لجولة الفورمولا اي في الرياض تعجب حضراتكم. طبعا اعذروني انا بصور لوحدي، ودايما بعيشكم الجو بالشكل الطبيعي البسيط من غير بقى كرو ولا اي حاجة، فدايما متعودين معايا وانتم مسافرين ان انا اكون بتحرك بهذا الشكل وبصور بهذا الشكل، وده يمكن الحمد لله ميزنا في دوس بنزين ان احنا طول الوقت كده انتم موجودين معانا بالصورة الحقيقية اللي بنطلع بيها على طول. بنجرب الاسبوع ده واحدة من العربيات الصينية الجديدة. تابعونا طبعا على السوشيال ميديا سواء على الانستجرام، واكتر على الانستجرام هتلاقوني بنتكلم دايما عن العربية اللي بنجربها وبنصورها، وهتبقى موجودة في دوس بنزين خلال الحلقات اللي جاية. وزي ما قلت لحضراتكم ان المصنع الصيني تطور بشكل كبير قوي، والسنة دي تاني بفكر حضراتكم هتلاقي مجموعة من العربات الصينية والعلامات الجديدة بتزيد قوي. اي نعم الاسعار غالية بتاعتها، لكن مستوى الجودة عالي وشكل العربات بقى كويس وشركات كبيرة. فخلينا نشوف، ولو عندكم اي اسئلة ابعتونا على صفحة البرنامج برنامج دوز بنزين مع تامر بشير، والاكاونت بتاعنا على الانستجرام تامر بشير في كل التفاصيل والتجارب خلال يعني بين الحلقة للحلقة كل اللي بيحصل موجود على الستوريز جوه الاكاونت ده. وطبعا كل الفقرات بتبقى موجودة على صفحة قناة النهار واكاونت قناة النهار على الانستجرام. يا رب حلقة النهاردة تكون عجبت حضراتكم. ان شاء الله الحلقة اللي جاية هيبقى عندنا اخبار جديدة، وان شاء الله دايما عندنا اخبار حلوة باذن الله، ونأمل ونقول يا رب ان شاء الله الامور واسعار العربيات تهدى، وان شاء الله الحالة اللي موجود فيها سوق السيارات ده
تهدى كده وتعقل بإذن الله. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.